عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي مميزه، وصفه انيديت، ما كايناش ما كدورش في اليوتيوب. وصفه جديده، مذاق جديد، طعم جديد، افكار جديده. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تحرمونيش من لايكاتكم اشتراكاتكم، فعلوا الجرس باش دائما يتوصلكم الجديد، ونحاول دائما نجيب لكم الجديد والمميز لمتتبعاتي المميزات والعزاز على قلبي، ربي يخليكم ليا. نتمنى نكون خفيفه الظل عليكم، وتابعوا معايا هذه الوصفه الرائعه اللي انا اكيد غادي تجربوها في البيوت ديالكم. هي وصفه زوينه 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 بزاف، يعني طعم جديد للدجاج بطريقه جديده، افكار جديده. هي فاسون ازياتيك، او لا يعني طريقه صينيه او لا طريقه اسيويه للدجاج، كيجي ما نقدرش نقول لكم، ما نحرقش المراحل، نخليكم تتبعوا معايا الفيديو وان شاء الله غادي يعجبكم. وغادي نبداو على بركه الله. غادي تخصنا الدجاج الكميه اللي بغيتو على حسب عدد الاشخاص اللي بغيتو. هذا الدجاج انا غسلته البارح بالماء والملح، ورقدته في الخل والماء واحد المده طويله حتى خرج منه داك الدم كامل. بدلت عليه الماء ثلاثه المرات وخليته بات في الثلاجه، زدت عليه شويه الخل وخليته بات في الثلاجه حتى نشف. كما كتشوفوا راه نقي، ويعني بيت عمركم ما تستعملوا دجاج جديد، لان الدجاج الجديد كيكون مزفر وما كيطيبش وغير صحي. لهذا ضروري خاص الدجاج يتغسل ويبات في الثلاجه على الاقل ليله كامله، عاد بامكانكم تستعملوا. لان بزاف البنات كيقولوا الدجاج انا ما كيجينيش لذيذ، كيجيني مزفر، لانه الا كان مول الدار كيجيب لك الدجاج وكطيبيه في نهارو راه اكيد ما غاديش يطلع بنين وغيجي مزفر وما غاديش يطيب لك. لهذا ضروري يكون عندكم الدجاج في الكونجيلاتور، اولا الدجاج يعني اللي غيجيكم اليوم ما تستعملوش في نهارو خلوه يبات. ما نطولش عليكم، غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله الوصفه ديالنا. غادي نقول بسم الله توكلنا على الله. غادي نحتاجو للدجاج، غادي نحتاجو الكوكا، وغادي نحتاجو لهاد لي زيبيس اللي هما القرفه. انا كندير النويويره كنطحنها، ماشي التحميره وانما النويويره. غادي نوريها لكم من بعد كي كتكون النويويره. وغادي نحتاجو جويده القرفه، الملح، سكنجبير، وورق سيدنا موسى. ما كنحتاج لا خرقوم لا كامون لا شي حاجه، هادو هما سميتو. غادي نحتاج للصوص ديال الصوجا، الابزار، شويه الجنجلان، تقريبا شي معلقه كبيره، غير شويه هنا راه ماشي بزاف، في معلقه كبيره ديال الجنجلان، مطيشه ديال الحك، كونسونطري الطوماط، مطيشه الحك، زويته بلديه باش غادي نطيبو. وغادي نحتاجو البصله كبيره مقطعه بحال هكا، يكونوا شويه غلاضين ما تقطعهمش رقاق بهذه الطريقه. وغادي تحتاجوا ربعه الدروس ديال الثومه، نص خيزوه، غير نص خيزوه مقطع بهذه الطريقه، شرائح تكون شويه رقيقه كما كتشوفوا، ونص حامضه فقط. هذو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. وغادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذوا نصف كوب عدد الدجاج مزيان من الماء، غادي ناخذوا هاد المقادير، هاد لي زيبيس اولا هاد التبزيره. غادي نحتاجو الصوجه، ما تكثروش الملح لان الصوجه كتكون مالحه. الابزار، شويه الزيت، غير شويه جهد معلقه. غادي نحتاجو شويه ديال معلقه صغيره كما كتشوفوا ديال مطيشه الحك، مركز الطماطم. غادي نعصرو الحامض، كندير انا يدي بهذه الطريقه باش العظام يطيحوا في يدي ما يهبطوش ليا لاصوص، لانهم كيمرروا كيتبقوا المروره كما كتشوفوا. بالنسبه للدراس ديال الثومه انا ما غاديش هذا
هادي غير نبجغهم ونحطهم. غنوريكم كيفاش غنشد غير القرعه بحال هكا وغادي نبجغ بهذه الطريقه. فقط غادي نحاولوا نشرملوهم. هما الا بعتهم مشرملين كيجوا ألد، ولكن حنا مزروبين وباش ندير لكم الوصفه يعني وغادي نديرها لغدايا. هذا هو اللون اللي كنحصلوا عليه. كما كتشوفوا ندوزو دابا للطهي. خديت مقله درت فيها زويته بلديه وبديت كنحط فيها الدجاج ديالنا بهذه الطريقه. نحط غير الدجاج، ما غاديش نحط معاه لاصوص. ضروري كتخلو الدجاج بالجلده ديالو، ما تحيدوش له الجلده. وملي كنبغوا نديرهم في المقله كنديرهم على الجهه ديال الجلده. بالنسبة لهذه الوصفة الآسيوية كنرافقها دائما بالروز الأبيض، وغادي نوريكم واحد الطريقة كنطيب بها الروز عمرو ما يتعصب لكم، يعني كتبقى كل حبة بوحدها وكيجي لذيذ. غادي كسرونة درت فيها الزيت، تقريبا معلقة كبيرة ديال الزيت الرومية ماشي البلدية، لان زيت البلديه عندنا حنا مجهده ما طلقش الوصفه تاع الروز. الروز انا غسلته وخليته نشف، غسلته مزيان من شو خليته نشف، خصو يكون ضروري ناشف ما خصوش يكون فازك باش ما يلصقش في الكاسرونه. كنديرو بهذه الطريقه. كنحركو مع ديك الزويته، كيجي هذا الروز لذيذ بواحد الشكل عجيب. بامكانكم ديروا عليه اضافات، انكم ديروا الخرقوم البلدي او الزعفران الحر، او لا بامكانكم ديروا بصله مشحره مع شويه الكورجيت مشحرين اللي من بعد كديروا الروز وكتسوطيه معاهم. عاده كتمرقي، بامكانك تمرقي بالضامه ديال البنه او لا بشوربه الخضار او شوربه الدجاج او اي شوربه. كما كتشوفوا الدجاج ديالنا ها هو ساري كيتحمر. انا ما خدمتش لا اوت لا قبل الصداع. ندور الكاميرا بالطريقه الصحيحه كيبان لكم. ضروري ما كتقلب هذه الطريقه، لان هو هذا اللون وهذا المرحله هي اللي كتعطي للدجاج اللون ديالنا داك اللون الزوين. دابا غادي نضيفو البصله الخيزو عويدات القرفه وورق سيدنا موسى. غادي نعاود نغطي ونخلي. بالنسبه للروز انا كنخلي الروز او لا كنخلي الروز بالروز المقلي حتى كيتحمر واحد شويه، عاد كنمرق وندير الملح. ما كنديرش الملح دابا حتى كنبغي المرق، حتى كنمرق. ما تغفلوش البنات على الروز لان دغيا كيتحمر، دائما كتبقى وحده الكاسرونه. صافي بدا كياخذ هذا اللون الذهبي.
من بعد غادي نمرق. المرق الكافي اللي الماء الكافي اللي غيطيب لينا الروز. هنا غادي ندير شويه ديال الماء غير شويه، نعاود هاد الصلصه اللي لقات لينا. دابا المرحلة اللي كتسناوها كاملين وهي ما عنديش قرعة كاملة، غندير غير كاس كبير كما شفتوا. هذا هو الروز ديالنا من بعد ما طام، كيجي بحال هكا. قلت لكم البنات كيجي غزال، ما كيلصقش نهائيا، ما دايره فيه لا زبده لا والو. شفتوا كيجي رائع. والدجاج ديالنا ها هو راه طاب، اللي درناه بالكوكا كولا كما كتشوفوا كيجي معسل غزال. غادي نخليه شويه المريقه مع دايرين الرويزات، كيجي رائع معلك وبنين. ما نقولش لكم البنات، وغادي نوريكم التقديم، بقاو معايا. ديالنا البنات كيجي كيجي معلك جديد صراحة، المذاق كيجي رائع. غنوريكم واحد الشنيوح بحال هكا، شتي كيجي محمر كيدوب في الفم. مذاق رائع رائع البنات. معسل وزوين زوين زوين زوين. ونوريكم الطبيله ديالنا.